بعد مرور 30 سنوات على آخر عرض في مدينة عدن، تعود العروض المسرحية إلى المدينة التي تشهد تعافياً ثقافياً واستقراراً أمنياً رغم المعاناة التي خلفتها حرب ميليشيات الحوثي. وانت فلوتي وترشيل بكل حاجة. فرقة خليج عدن أشهر فرقة مسرحية في اليمن، اختارت هذه الكنيسة التي تعود إلى زمن الاستعمار البريطاني لتقدم فيها تجربة مسرحية فريدة. نحن كفرقة قمنا باختيار المجلس التشريعي لأداء المسرحية فيه لسببين رئيسيين. الأول هو أن الطراز المعماري للمبنى يتوافق مع الحقبة الزمنية والأحداث التي كتبها شكسبير في دولة أوروبية مختلفة، والطراز المعماري للمبنى هو معروف أنه بني في أيام العهد الاستعمار البريطاني. الشيء الآخر هو أن المجلس التشريعي تعرض للتدمير الجزئي خلال حرب 2015، ونحن كفرقة حريصين دائما على موضوع الآثار والتراث، فقلنا أنه لماذا لا نعرضها في المجلس التشريعي ونكون حافز من أجل الترميم. بالشراكة مع المركز الثقافي البريطاني، مسرحية هاملت شهيرة الكاتب البريطاني ويليام شكسبير التي تؤدى للمرة الأولى في اليمن، اختارت الفرقة تقديم المسرحية باللهجة العدنية في تجربة جديدة. المسرح كان في عدن يعني واخد طبيعة خاصة، أما الآن مع ظروف الحرب تأثرت كل شيء، كل الحياة، الفن والحياة المعيشية وكل شيء. تعرض المسرحية في عدن على مدى نحو 10 أيام لتنعش مجدداً الفن المسرحي في هذه المدينة التي تعاني من تراجع ثقافي إلى حد الشلل، كما يعيد عرض هذه المسرحية الحياة للمسرح العدني لتدب الحياة مجدداً في عروقه، حيث كانت عدن رائدة في هذا النوع من الفنون خلال عقود طويلة. ويعود أول عمل مسرحي عرض في عدن إلى العام 1905. عدن هي سباقة في جميع المجالات، في المجال المسرحي والمجال الرياضي وأيضا السينمائي، لكن نتيجة الحرب طبعا حصل اللي حصل، ولكن اليوم تستعيد مكانتها وهيبتها من جديد. في مؤشر آخر على تعافي المدينة، تعيد عدن دبيب الحياة إلى خشبات مسارحها على طريق استعادة ريادتها في مجالات الفن والمسرح. ردفان دبيس، العربية، عدن.